عليه ده ازعل منك. انت تقول يا فندم الكبير ما فيش حد يصغر. اقول لك ازاي اطحن نفسي ما اكلش وما انامش ولا حد يغلبني ابدا. ازيك يا ايمن؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ قابلت الرئيس امبارح صح؟ تمام. يا رب يكون بخير. الاول بس طلبت شويه حاجات كده من سياده الرئيس، واحنا بناء على توجيهاته جايين النهارده عشان نديك كل هدايا سياده الرئيس. ازاي بقى بدا حوارك بينك وبين الرئيس امبارح؟ اول حاجه ما كنتش مصدق ان انا بكلم سياده الرئيس وماشي جنبي منه. هو كفايه اصلا ان انا ماشي جنب سياده الرئيس، انا مش عايز حاجه تاني يعني. تمام. فكون ان هو يسالني يقول لي انت عايز ايه ايمن، قالها لي مرتين. قلت له يا فندم يعني من مكتبه صغيره المشروع يكون كبير. قال لي ماشي. كنت مبسوط جدا ان انا ماشي جنب سياده الرئيس وبتكلم معاه وبيقول لي انت عايز ايه يعني انا ما كنتش انا محلم بيها. سياده الرئيس بيقول لي انت عايز ايه، طلباتك ايه؟ يعني انت عايز تقابله تاني وتقول له ان انا اشتغلت بعد ما انجح؟ اقول له يا فندم انا كنت عند حسن ظنك وعملت واجتهدت ونجحت، اتمنى ان الفرصه تيجي يعني. وزمايلك والشباب اللي في سنك تقول لهم برضه نفس القصه؟ اقول لهم ما تقعدش تتكلم وانت لسه في اثناء الدراسه. انا هشتغل، انا مش هشتغل، انا مستني اطلع الشهاده عشان اطلع بره. مبسوط خالص، وان سياده الرئيس يتساهر مع ابني كده وحاجه جميله جدا. طبعا كنت مبهور باللي حصل وسعيد خالص. والله كنت مبسوطه جدا، ده شرف لينا ان هو يقبله ويعتبر ان هو زي ابنه كده، ده شرف كبير لينا. طب وهو سياده الرئيس يعني من يوم ما مسكه هو محتوي كل الناس وراعي الشباب. وانت مع سياده الرئيس طلبت طلبات منه كان اهمها موضوع المكتبه. ما قلت له يا فندم مكتبه على قد وعايز المشروع يكبر، وقلت له انا عملي وبحب ان انا اكون ناجح في عملي. فقال لي طيب تمام يا ايمن ماشي. يا ايمن سياده الرئيس وجه بانه احنا نجيلك ونكبر لك مشروعك ويبعت لك هديه بسيطه في انه تكون في مكتبه اكبر ليك بغير المكتبه بتاعتك. فتفضل، ده العقد بتاع المكتبه. الف الف شكرا. ألف شكرا. أنا مش عارف أقول لسيادة الرئيس. شكرا لسيادة الرئيس. والله حسيت بشكرك. سعيد طبعا، سعادة طبعا. ألف مبروك يا أيمن. ألف شكرا فندم. وطبعا دي حاجة مش جديدة على حضرتك إن أنت تقف في سند شباب البلد. وألف شكر وربنا يوفقك. ده حسن ظننا فيه يعني، هو دايما سباك بالخير وبكل حاجه ومراعي كل الشباب وكل الناس بصراحه.